منظمين هذه التظاهرة وشاركين وشاكرين الراعي الرسمي لذي البطولة وعلى ذا الإنجاز اللي قام به وطالبين من الناس الأخرى على أنها تم تدعم ذا النوع من الأنشطة لأنه مهم يصب في التنمية ويصب في دعم الشباب والمواهب. كانت عندنا تظاهرة هون كوب معدلين وبيننا احنا أهل نوام قار وأهل بولنوار، وكان يقابل يوم 4 ويوم 5 ويوم 6 مارس، واليوم هو يوم اختتامه. كانت تبارك الله تظاهرة على أحسن ما يرام، كان فيها تبارك الله شفافية في الأمور كاملة من بدايتها لنهايتها، وهذا كامل الحمد لله من 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 المسائل اللي جات قدامنا في العوائق تحديناها تبارك الله لأن نجحنا في هذا الماسي. طبعا بمجهودنا الخاص ومجهود اخوتنا اللي عاونونا بطاقتهم وعاونونا طبعا ماديتهم وحضورهم معانا، ورانا شاكرين بعض الناس كامل اللي جاتنا من بعيد ومن قريب وتكبدوا معنا السفر في هذه الرياح المانعه اللي في الشام وهذا الحمان وهذا كامل،